بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا الطلبة، إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الأخير من الأبدومينال بالبيشن. هنفوكس النهاردة على السبلين والكيدني، وكمان هنتكلم على الأورطة والكولون واليورينري بلادر إن شاء الله. إحنا متفقين دايما إن الصورة دي بتلخص الكلينيكال سيناريو بتاعنا، مش يعني مش هنعيد نفس الكلام اللي إحنا اتكلمنا فيه قبل كده. احنا طبعا بنتكلم على البالبيشن والاسكال كونسيدريشن جزء اساسي في الاكزامينشن، سواء في الجاسترونترولوجي في اي برانش من الميديسن، ده خلاص استامب معروفه، والميديكال اسكس ده بقى حتى بقى ايفن علم بيتدرس. البوزيشننج والاكسبوجر والبريكوشنز اللي قبل الاكزامينشن، سواء في الانسبكشن في الاسكالتيشن في البالبيشن ايفن في البركشن، يعني تقريبا كلها واحده ما بتتغيرش ودايما في دماغك على. احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنقسم الابدومينال بالبيشن الى لايت بالبيشن والبالبيشن، ودي الرولز العامه دي في البالبيشن سواء سوبرفيشال او دي، والسيكونس اوف ايفنتس اللي انت بتبدا فيه. لكن خلونا نكمل بقى، احنا بدانا فعلا واتكلمنا قبل كده على السوبرفيشال او اللايت بالبيشن وعلى الديب بالبيشن الليفر والجول بلادر، والنهارده مكملين مع الاورجنز اللي انا قلت عليها في البدايه. طبعا ده الاناتوميكال بوزيشن اللي احنا بنوصف بالنسبه له اللي كل او بيديسكرايب كل ريليشنز اللي ليها علاقه بالاورجن اللي انت بتفحصه، وده التقسيمه بتاعت 9 ريجنز اوف ذا ابدومن. ما تنساهاش، ده خلاص جزء اساسي من الاكزامينشن بتاعنا، وده جزء في الاناتومي، ده الزيفويد بروسس وده اللينيا البا اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي فيه دايفيكيشن ريكتاي، ودول الاثنين ريكتاي ابدومينيس رايت وليفت، يعني اناتوميكال لاند ماركس عشان لما تحب توصف. يعني برضو الصوره دي عجبتني فقلت احطها عشان دايما نفتكر الريليشن بتاعتنا للاناتومي. التقسيمه دي زي ما قلت لكم قبل كده الزملاء في الجراحه بيحبوها قوي، بيقسموا الابدوم اللي رايت كوادرانس، اربع كوادرانس رايت وليفت ابر ولور، لانها تبقى اسهل شويه بالنسبه للديسكريبشن في الشغل بتاع الجراحه لما ان شاء الله ربنا يكرمكم وتاخدوا السنه الجايه الجراحه باذن الله. النهارده هنتكلم على السبلين، وانا قلت لكم قبل كده لا اخفيكم سرا، ابدومينال بالبيشن بالنسبه لنا على الاقل بالنسبه للاندر جرادويتس الليفر والسبلين. لو ما تعرفش تعمل اكزامينشن او بالبيشن على وجه الخصوص الليفر والسبلين، ده معناه ان احنا ما وصلناش الرساله. الليفر والسبلين هم الموست امبورتنت اورجنز، احنا يعني بندي عليهم كونسنتريشن او فوكس كتير قوي. فاللي ما يعرفش يعمل جود بالبيشن الابدومين في الابدومين الليفر والسبلين، معناه ان احنا فعلا فشلنا في ان نوصل له رساله. طيب ليتس جو او موف اون مع البالبيشن السبلين. طبعا انتوا عارفين السبلين موجود تحت الايه؟ تحت القفص الصدري، تمام؟ السبلين لما بيكبر يا جماعه، عشان السؤال ده ناس كتير قوي بتحب تساله، احنا دلوقتي هندي هنت شويه عن الاناتومي اوف السبلين. السبلين لما بيكبر، هو طبعا السبلين زي ما قلت لكم يعني مش موجود في الابدومينال كافيتي، هو موجود تحت الثلاث الكيج، ولما بيكبر بتبدا انت تحسه في الابدومينال كافيتي. وانس ان انت حسيت السبلين تحت الكوستال مارجن، لانه لو دوب تحت القفص الصدري، معناه انه ات ليست كبر ثلاث مرات من حجمه الطبيعي. طب هو حجمه الطبيعي كام؟ حجم السبلين الطبيعي قد قبضه الايد، وان هاند فيست، حوالي من 150 ل 300 جرام. انت لو انت بقى قدرا كده رحت المسلك ولا حاجه، او عديت على جزار بيذبح بره السلخانه في مخالفه للقانون، يبقى قول له بس وريني الطحال، هتشوفه يعني حاجه ما تجيش قد كف الايد تقريبا، او يعني سايز اوف وان هاند فيست، يعني حوالي 150 ل 300 جرام. وانس انك حسيت السبلين في الابدومين، يعني تحت الكوستال مارجن، معناه انه السبلين كبر ات ليست 3 تايمز اوف اتش سايز. السبلين بيكبر لما بيبقى انلارجمنت، بيبقى داونورد انتيريورلي، يعني تحت الابدومين رول على طول، اند داونورد انتيريورلي اند ميديالي، تمام؟ ميديالي يعني في اتجاه الميد لاين. ليه؟ لانه انتوا عارفين في ليجامنت ماسك السبلين بالديافرام، هو اللي بيقلبه في هذا الاتجاه، بيغير اتجاهه في اتجاه الايه؟ الرايت ايليك فوس. وان كان لو السبلين كبر انلارجمنت رابد وسريع، يبقى ما بيلحقش يلف اللفه اللي احنا بنتكلم عليها دي، وينزل دايركتلي كانه نازل لونجوتيودنال في اتجاه الليفت ايليك فوس. المنطقه اللي السبلين بيكبر فيها اللي هي الليفت هايبوكوندريم، دي اصلا اريا فيها ريزونانس للاستومك والكولون، فهو بيشغل الريزونانس اللي موجود في هذه المنطقه بالاستومك والكولون ويحوله الى ايه؟ الى دالنس، تمام؟ آه
طبعا انا عايز اقول برضه نقطه، انه مش معنى انك ما حسيتش، الكلام ده هقوله بالتفصيل بعد شويه ان شاء الله، مش معنى ان انت ما حسيتش السبلين تحت الكوستال مارجن انه السبلين مش انلارج، لا انت بتحسه تحت الكوستال مارجن لما يبقى انلارجد ثلاث اضعاف حجمه، لكن ممكن يكون انلارجد اكتر يعني اقل من كده، لكن انت مش قادر تحسه تحت. تمام. دي هنتس يعني صغيره عن السيرفس اناتومي اوف ذا سبلين. السبلين اهوت عامل زي كف الايد كده، له اثنين بولز او اثنين انس، الميديال اللي هي الاقرب للفيرتبرال كولم اللي هي الميديال اللي هي ورا، بينما اللي احنا بنحسها اللي هي اللاترال اند اللي احنا بنحسها في الابدومن، يعني ساعات نقول عليها انفيريور لانه السبلين مايل شويه، الاكسس بتاعه مايل، فدي الميديال الاقرب للسباين او الابر. تمام تمام. بينما التحت ديت برودر شويه او زي ما انتم شايفين كده، وبنقول عليها لاترال او لور. السبلين ما فيش فيه بوردرز بالمعنى الايه، بالمعنى المعروف، عشان النقطه دي ساعات بنخطئ فيها. يعني انا حتى لما تيجي تقول هنا في سنه يقول لك سوبيريور بول سوبيريور بوردر، ها هو مش بوردر. السبلين ما فيش فيه بوردرز زي مثلا ليفر لانها كلها سيرفيس، عشان كده ما بنقولش حاجه اسمها شارب بوردر في السبلين اطلاقا، مش موجود. السبلين عباره عن سيرفيس مجازا بيتقال عليها بوردر، لكنها اتس نوت بوردرز بالمعنى المعروف، هو سيرفيسز اكتر من كونها ايه، اكتر من كونها بوردرز. بنقول على الايدز بتاعته بولز. تمام. فهو له سيرفيس اهو ميديال ولاترال وسوبيريور او ابر بوردر اللي هو بنقول عليه السوبيريور سيرفيس او الميديال سيرفيس او الميديال سايد بتاع السبلين، والاثنين انس. هو طبعا موجود بمحاذاه اللي الثلاثه ريبس اللي هو 9 و10 و11 اهو. تمام. لكن الاكسس بتاعه على موازاه للريب رقم ايه؟ رقم 10 طبعا في الليفت سايد. احنا عندنا سبلين واحد عشان الناس ساعات بتبقى مش مركزه. عندنا ايه؟ عندنا سبلين واحد مش اثنين سبلين موجود في الليفت سايد. البوستيريور اند او الميديال اند تمام او السوبيريور دي موجوده في مقابل التي 10 ثلاثي سباين حوالي نص انش، بينما الانتيريور اند اللاترال اند اللور اند كلها مسميات لحاجه واحده، دي موجوده في الميد اكزيلري ايه، في الميد اكزيلري، في الميد اكزيلري لاين. طيب بعد ما عرفنا السيرف اناتومي اوف ذا سبلين، الاكزامينشن سيكونس، انا زي ما كنت بتكلم برضو في البالبيشن اوف ذا ليفر، انا بعمل اكزامينشن للسبلين بطرق معينه عشان اطلع منه فايندنجز معينه. هنتكلم على الطرق اللي احنا بنستخدمها في الاكزامينشن اوف ذا سبلين، برضو تقريبا هي نفس الليفر الميثودز اللي بنستخدمها في الليفر، بس الليفر طبعا في الرايت سايد، السبلين في الليفت سايد. فاول حاجه الكلاسيك ميثود، الطريقه التقليديه ان انا هعمل بيها اكزامينشن للسبلين. اول حاجه السبلين زي ما قلت من شويه انه لما بيكبر بيكبر ايه، داون وورد اند ميديالي تمام وانتيريورلي، فالانلارجمنت في الكلاسيك سبلين بيبقى في اتجاه الايه، الرايت ايليك فوس، وبناء عليه لما اجي اعمل اكزامينشن هبدا من الرايت ايليك فوس. ايدي مريحه خالص، ايدي كلها مريحه على بطن المريض من الرايت ايليك فوس، عينيا في عينين المريض، المريض بياخد ديب بريز من بقه، اقول له خد نفس عميق، وانا بحرك ايدي في اتجاه الكوستال مارجن على اساس انه السبلين از انتر ابدومينال اورجن وبيتحرك مع الحركه بتاعه الايه، بيتحرك مع الحركه بتاعه الانسبيريشن، فهو بينزل مع الانسبيريشن، انا بحرك ايدي سنه خفيفه وانا طالع فوق عشان اقابله. حلو الكلام. يا اما استخدم التيبس اوف ذا فينجرز، الباتس بتاعه التيبس اوف ذا فينجرز اللي هي ماشيه في محاذاه او في مقابل الكوستال مارجن، او بستخدم الراديال سايد اوف ذا اندكس. تمام. وانا في رايح في اتجاه الكوستال ايه، الكوستال مارجن، وبعدي الميد الميد لاين، وبحرك ايدي دايما مريحه على بطن المريض، لكن ممكن اريحها بحركها 1 او 2 سم في نهايه الايه، الاكسبيريشن وانا طالع فوق عشان يلتقي ايدي مع حركه السبلين وهو نازل بالانسبيريشن لغايه ما اوصل الكوستال مارجن. لو ما حسيتش بهذه الطريقه السبلين، معناه ان الكلاسيك ميثود ما قدرتش تبلبيت السبلين، وبناء عليها احتاج طرق ثانيه. يبقى الكلاسيك ميثود ده هجيب صور ليها بعد شويه، بحط ايدي مريحه على بطن المريض، بحرك ايدي في اتجاه الكوستال مارجن اللي هو الاتجاه الانلارجمنت اوف ذا سبلين، يا اما بستخدم التيبس اوف ذا فينجرز زي ما كنا بنقول في الليبر، يا اما بستخدم الراديال سايد اوف ذا اندكس، وبتحرك في اتجاه الكوستال مارجن في نهايه الايه، مع الانسبيريشن بحرك شويه لفوق، والحركه بتاعت السبلين وهو نازل تحت يقابلوا بعض. مفيش، بحرك ايدي 1 او 2 سم كودالي يعني في اتجاه الهيد مع نهايه الاكسبيريشن. حلو الكلام كده. وما بشيلش ايدي من على بطن المريض، وصلت الكوستال مارجن وما حسيتش السبلين، معناه ان الكلاسيك ميثود مش قادره تحس السبلين، وبناء عليه ابدا استخدم طرق ثانيه. الطريقه الثانيه اللي هي الباي مانيوال. باي مانيوال يعني بستخدم ايديا الاثنين. طب في الكلاسيك كنت بستخدم ايديا اليمين على اعتبار ان انا رايت هاندد،
واقف في الرايت سايد اوف ذا ابدومن بالنسبه ليه لايه بالنسبه للمريض. طيب الباي مانوال هي هيها الكلاسيك ميثود، بس ايه انا لسه قايل من شويه في السيرفس اناتومي يا شباب انه السبلين موجود تحت القفص الصدري، فانا عايز اقرب السبلين من الايد بالاكزامينر هاند الريال رايت هاند. ايد اليمين موجوده على بطن المريض وايد الشمال المره دي بقى موجوده على الكوستال مارجن، بتزق الكوستال مارجن ايه بتزق الكوستال مارجن وتحت منها الاسبلين بتقربه من ايد اليمين كانها حركه زي الريسبيريشن كده بالظبط. واقول المريض برضه ياخد نفس عشان يبقى انا بستخدم اتنين فورسز بيقربوا الاسبلين للاكزامينينج هاند. بعمل الطريقه دي والمريض نايم على ظهره في السوباين بوزيشن، او اخلي المريض ينام في الرايت لاتر نايم على جنبه اليمين فالاسبلين بالجرافيتي بيسقط لتحت. اما اضغط كمان انا بايدي يبقى انا استخدمت 3 فورسز الجرافيتي والريسبيريشن وايدي، وده احسن بوزيشن انا شخصيا بحس فيه الاسبلين والمريض نايم في الرايت لاترال بوزيشن، وتاني رجليه والتاني الني وتاني ايه الهيب بقرب الاسبلين من الاكزامينج هاند بتاعي. دي اسمها الكلاسيكال ميثود، ولو ما بحسش بيها ببروسيد للباي مانوال، والباي مانوال بعملها في السوباين او في الرايت لاترال بوزيشن. تعال نشوف الصور كده. في الكلاسيك ميثود انا بستخدم ايد واحده، انا دوميننت رايت هاند فشغال بايدي اليمين، هنا هستخدم ايدي الاثنين. تمام الفكره اهي، ايد اليمين موجوده على بطن المريض هنا في المثال ده انا بستخدم التيبس اوف ذا فينجر، وايدي هنا تحت الكوستال مارجن اهو. الفكره اهي الاسبلين اهو، فانا برفعه لفوق فبقربه، برفعه لفوق فبقربه، يبقى انا المريض بياخد نفس، ما زال بياخد نفس من بقه فبيحرك مع الاسبيريشن الاسبلين لتحت، وانا برفع بايدي الكوستال مارجن. تمام ايدي تحت الكوستال مارجن مش في رينال انجل، فانا برفع بايدي لفوق فبقرب الاسبلين منين؟ فبقرب الاسبلين من الاكزامينينج، فيبقى انا استخدمت اثنين ايه؟ اثنين فورسز. ده باي مانوال في السوباين بوزيشن. في كمان باي مانوال بيتعمل في الرايت لاترال بوزيشن، وده زي ما قلت لكم شويه ده من احسن البوزيشنز اللي بتشوف فيها الاسبلين. الفكره نفس القصه، اكزامينينج رايت هاند موجوده على الابدومن وانا ايدي اهي تيبس اوف ذا فينجر تحت الكوستال مارجن وبزقه بايد، بس انا كمان استخدمت تو اذر فورس، الحركه بتاعت الاسبيريشن المريض بياخد نفس، والحاجه الثالثه الجرافيتي الاسبلين سقط لتحت، الاسبلين اهو فهذا الجرافيتي زقه وايدي زقه والبريسنج موفمنت زقه، فبتقرب الاسبلين من الاكزامينينج، وده مثال حي للاكزامينيشن اهو. انا ايدي اهي وعامل كومبريشن على السيس على الشيست لاترال سايد اوف ذا تشيست، ده صوره من الحالات بتاعتي. تمام دي الايه الباي مانوال ميثود فور بالبيشن اوف ذا سبلين ان ذا رايت لاترال بوزيشن. البوزيشن ده مهم قوي يا جماعه، بيجيب لك يعني حتى لو السبلين مايد لاندرج عن 3 زي ما احنا قلنا 2 ل 3 تايمز اتس نورمال سايز، ممكن تقدر تجيبه بهذه الايه او تحسه بهذه الطريقه. طيب انا برضو عملت هذه الطرق وما زلت مش قادر احس السبلين، او المريض عنده سيك ابدومينال وول فمش قادر مش عارف اضغط على الابدوم بتاعه، ابدا استخدم اذر ميثود زيها بالظبط زي الميثود اللي كنا بنتكلم عليها في الليفر. اول حاجه الهوكينج، هوكينج زي الخطاف، واقف انا بس المره دي هغير بوزيشن، يعني كان في الليفر بقف على يمين المريض هنا بقف على ايه على شمال المريض، واعمل ايديا زي الخطاف واحطها تحت الكوستال مارجن واعمل لها واغرزها تحت الكوستال مارجن، والمريض خد نفس عميق. السبلين وهو بينزل مع الريسبيريشن ممكن يخبط في ايدي واحسه بهذه الميثود، ودي بستخدمها زي ما قلت لكم في الاوبيس بيشنتس والناس اللي عندهم سيك ابدومينال ايه سيك ابدومينال. نفس الفكره في اللي هو الهاند اوفر هاند اهو، يعني بصوا معايا على الصوره. تمام ايدي الشمال فوق ايدي اليمين او ايدي اليمين فوق ايدي الشمال، لكن يعني انا ده ممكن يكون ليفت هاندد، لكن في الاساس ان انا بستخدم في الدوميننت هاند دي الرايت هاند هي اللي بتحس، وفوق منها ايه الليفت هاند بتضغط شويه بتساعد ان انا اعمل ديبنج ليه الايه الايدي تحت الكوستال مارجن في الناس اللي عندهم سيك ابدومينال وول زي الاوبيز بيش. يا اما تبقى ايديا فوق بعضها وده الافضل، يا اما تبقى ايديا ايه جنب بعض، يا هاند اوفر هاند الشمال فوق اليمين لو انا دوميننت رايت هاند، او اليمين فوق الشمال لو انا دوميننت ليفت هاند، او ايديا الاثنين جنب بعض. دي اذر ميثودز بستخدمها لو انا ما قدرتش احس الاسبلين بالكلاسيك ميثود، لكن لو قادر احس بالكلاسيك ميثود خلاص نو نيد ان انا اعمل الكلام ده. باقي طريقه اخيره بنستخدمها في البالبيشن اوف ذا سبلين لو المريض عنده تنس اسايتس، لو المريض عنده مودريت مايل تو مودريت اسايتس ستيل اقدر احس الاسبلين بالكلاسيك ميثود، لكن لو المريض تنس يعني اباوت تو بي تنس او تنس اسايتس ما بتحسش الاسبلين، فبتعمل ايه؟ بتستخدم الديبنج ميثود. لو رسمنا قلنا دي كوستال مارج والاسبلين المفروض بيكبر هنا، انا بحط ايدي على الليفت هايبوكوندرم تمام
ومن الميتاكاربوفارينجال جوينت اللي هي دي كده بعمل سادن داونورد موفمنت لتحت، فالسبرين اللي هو موجود هنا كده موجود تحت قوس المارجن بيخبط في ايدي وينزل لتحت، ممكن يرجع يخبط في ايدي او ما يطلعش تمام. لكن في هذه الحاله ما بقدرش ادي كومنت كامل على السبلين، يعني زي ما هتكلم بعد شويه انا في داتا بطلعها من البلبيشن السبلين، السايت السايز الشيب السيرفس التندرنس الكلام ده كله. لو انا حاسس بالديمنج بقول بس السبلين از فالبل باي ديمنج مس نو مور، ما بديش اي تفاصيل على حاجه. ده الطريقه اللي احنا اتعلمنا عليها سنوات طويله، ان انا بحط ايدي في الليفت هايبوكوندرا وبحرك ايدي حركه داونورد سادن داونورد من الميتاكارب فرنجال جوينت عشان اخبط اللي هو الاندرلانج انلارجد سبلين وينزل لتحت وممكن يرجع يخبط فيه. لكن حاول انا بجهز لقيت الصوره دي فعجبتني قوي تمام، سواء ان انا بعمل بحس ماس او اورجن في اسيتيك بيشنت تنسى اسايتس مش لازم اكون حاطط ايدي كلها مريحه واعمل كده، لا انا ممكن اعمل ايدي في الاول زي الخطاب اهو، انا تاني ايدي من هنا ركزوا معايا الله يبارك لكم في الميتاكارب اهو في الميتاكارب فارنجال جوينت واعمل ايدي تحت وبتكه بعمل سادن وورد موفمنت. بصوا هنا الصوره دي في هنا فلويد اهو اللي هو الابيض ده اهو، المنطقه دي كلها فلويد فاصل ما بين الابدومينال وول اللي هو ده وما بين الايه الاندرلانج اورجن اللي هو ده. فلما بعمل انا سادن داونورد موفمنت كده بعمل ديسبليسمنت للفلويد فبخبط الاورجن هيروح خابط في ايدي ونازل لتحت تمام. دي كانت صوره معبرها عجبتني فقلت برضو ايه نشاركها مع بعض، دي الديبنج. طيب انا دلوقتي زي ما قلت لكم لما باجي اتكلم على السبلين الميثودز اوف بالبيشن انا اتكلمت عليها، ايه الداتا اللي انا هطلعها بالبالبيشن؟ لازم تديني كومنت على السايت السبلين مكانه فين واصل فين، وبتستخدم زي ما قلنا الفينجرز هاند بتاع المريض او السنتيمترز لو معاك مسطره او بصوابعك، لكن الافضل انك تستخدم ايد المريض. انا حسيت السبلين تحت قوس المارجن بروح حاطط علامه او حاطط صبعي واجيب ايد المريض واحطها تحت قوس المارجن اقول 3 فينجر بريتس اوف ذا بيشنتس هاند بلو ذا قوس المارجن. ده اللي هو الايه السايز السايت اللارج سبلين واصل في الليفت هايبوكوندرام بس ولا واصل البري امبلايكال ريجون ولا واصل كمان رايت الى الفصه. الكونتور الايدج بتاعت السبلين طبعا نو شارب ايدج السبلين لان انا ما عنديش ايدج اصلا، عشان كده هتلاقي كاتب لك انا كلمه ايدج ما بين قوسين لان ما فيش ايدج في السبلين هو سيرفس، عشان كده دايما اتس راوندد سيرفس. كونسيستنسي ممكن يبقى فاريبل كونسيستنسي ممكن يبقى سوفت ممكن يبقى فير ممكن يبقى هارد. هارد طبعا ماجنسي والفير موست كوز اوف كونجستيف سبلين ميجالي فيرم. السوفت ده بقى لو في ابسس لو في انفاركشن ممكن يبقى صفر. السيرفيس موستلي برضه السبلين بيبقى سموث سيرفيس موستلي ممكن يبقى نودولار او ريجولار او يبقى بيتنج زي في حالات الليكيميا اللي هي بنقول عليها المفتي ساين. بحط بعد ما اعمل بالبيشن بحط صبعي الصام بتاعي على السيرفيس بتاع السبلين واضغط وبعدين اشيل ايدي لو واحرك ايدي على كان انا بمسح على سطح السبلين، لو لقيت دب يعني نقطه او حته عميقه كده تحت ايدي بقول في بيتنج اللي هي المفتي ساين بتاعت اللي ايه ال سي ام اي تندرنس. وانا بضغط على السبلين طبعا عيني في عين المريض، لو لقيت المريض بيتالم او بيمتعض معناه انه السبلين تندر، واسباب التندر السبلين طبعا معروفه لازم تتحفظ تمام. النوتش بعد ما بعمل بالميشن بحرك ايدي على الانتيريور او الميديان بوردر او سيرفيس الاصح بتاع السبلين، يعني بحرك ايدي تحت قوس المارجن وانا ماشي كده على السيرفيس بتاع السبلين. النوتش تلاقي حته زي نقره زي فحره بسيطه انت سقطت فيها، زي ما كان الدكتور حسن بيقول في المحاضره اللي فاتت، يعني اما تلاقي نوتش غالبا يو ار ديلينج ويز بالهرز السبلين لانه الفايبروزس اللي حواليه من الكورونيك كونجيشن بيخلي النوتش يبقى برومننت يعني، لكن ممكن يبقى كونجينيتال ممكن تلاقيه مالتيبل نوتش لو في مالتيبل انفاركشن زي ما قلت في السلايد اللي جاي. الدايشن بتاع السبلين على طول دايما داونورد انتيريولي اند ميديالي تمام. تعالوا نشوف كده الابنورمالز اللي احنا ممكن نلاقيها في السبلين. اول حاجه السايز، احنا بنقسم الانلارجمنت اوف ذا سبلين الى مايلد مودريت وهيوج على حسب كام فينجر بريتس انلارج تحت قوس المارجن باستخدام ايد المريض. لو السبلين انت حددته انه انلارج 2 فينجر بريتس تحت قوس المارجن معناه انه مايلد من 2 ل 5 مودريت، لكن لو عدى الامبلايكس او عدى 5 فينجر او عدى 10 سم ايا كان اتجاهه سواء توورد ذا ايليك فوسا او تو ذا ليفت ايليك فوسا اتس يوجولي انلارج سبلين. وده له اسباب بنحب نسالها كتير قوي، كوزز اوف هيوج سبلينوميجالي. سؤال مشهور شفوي هيوج سبلينوميجالي ايه الكوزز؟ طبعا عندنا في مصر بالهريسه بالهرزه سبلينوميجالي، عندك كمان الكورونيك مالاريا اللي هو تروبيكال سبلينوميجالي سندروم، عندك الكلا ازار او الفيجرال اسمنايس، عندك البيتا ثلاسيميا ميجور السي ام ال الميلو فايبروز
الجوشرز ديزيز، البوليساسيميا روبرافيرا، الساركوما او الليمفوساركوما بتاعت السبلين. تمام، الحاجات دي مهمه انك تجمعها وتحفظها لانها في غايه الايه؟ في غايه الاهميه. الايدج انا قلت قبل كده انه السبلين ما فيش فيه ايدج بالمعنى المعروف، ولكنها سيرفس والموست اولويز راوندد. ما تقولش شارب بوردر في السبلين، ما فيش بوردرز اصلا عشان تبقى شارب. كونسيستنسي زي ما قلنا ممكن يبقى سوفت زي في حالات الانفكشن زي التيفويد والاندوكاردس والملاريا. تمام، لدرجه انه ممكن يحصل رابشر. وكان في احد اساتذتنا رحمه الله عليه كان يسال السؤال ده، يقول لك ميديكال كوزز اوف رابشر سبلين، ميديكال كوزز اوف رابشر سبلين ده معناه او تفسره ازاي؟ انه السبلين سوفت قوي، الانفكشن عامله له ليكوفاكشن جامد، لدرجه ان مين انت كطبيب اللي ممكن تخلي السبلين يرابشر. اشهرهم طبعا التيفويد والسب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، وممكن الاكيوت ملاريا انفكشن. السبلين بيبقى سوفت لدرجه ان انت لو ما بتضغط جامد قوي عايز بقى تعافر وتخبط ايدك تحت كرسي المرجع عشان تجيب لي سبلين، فتلاقي السبلين رابشر منك. تمام، ممكن يبقى البيتنج اللي هي المفتصل اللي احنا قلنا عليها من شويه، لكن موست اوف ذا تايم اتس فيرم ان كونسيستنسي. قبل ما تقول هارد خليك دايما يعني متاكد، لانه هارد معناه انه في مالجنسي. واحنا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده بنقول الكونسيستنسي السوفت زي ما تمسك انت صرصور ودنك، الحته اللي حاطه فيها الحلقه دي امسكها كده بايدك دلوقتي معايا لو سمحت. ايوه، يعني حاول تعمل لها رولينج ما بين صوابعك الاثنين، دي السوفت. الفيرم امسك لو سمحت بعد اذنك التيب اوف ذا نوز، امسك مقدمه الانف بتاعتك، دي الهارد. التن اللي هي بقى الهارد معلش اطلع في مناخيرك من فوق، امسك الحته العرض او الفرانت بتاعتك الجبهه بتاعتك اتك عليها كده، هو ده الهارد. دايما كنا نتعلم الكلام ده، وده طبعا كلام قبلك ابو الجري. السيرفيس يوجوالي السيرفيس سموث، التيبس از كوز اوف تندر سبلين مهم قوي. لو السبلين حصل فيه انفاركشن، واحد من اهم اسباب الانفاركشن الاندوكاردايتس والسيكل سيل ديزيز. الانفكشن زي ما كنا بنتكلم من شويه، التيفويد البروسيلا والاندوكاردايتس والتي بي. الابسس لو جاي انفكشن ثرومبس ممكن يجي او انفكتد هايداتد. السبلين رابشر طبعا دي سيرجيكال ايمرجنسي، سواء الرابشر بقى سواء ميديكال اللي هو التروماتيك، وده واحد من الميديكال ايمرجنسي اللي تاخدوها ان شاء الله في الجراحه، او سبونتينيوس رابشر اللي احنا قلنا عليه من شويه، وده سؤال مهم قوي جمعه، لانه في اساتذتنا ساعات بيشرفنا اساتذتنا من الجامعات الاخرى بيحبوا يسالوا هذا السؤال. النوتش بتحسه على حسب الميديال او الانتيريور سيرفيس اوف ذا سبلين، ابسنت كونجينيتال. طبعا ما تنساش انه ممكن كونجينيتال ما يبقاش فيه اصلا بتاع نوتش. ادهيجنز حواليه فمش مخليك تحسه. او الماليجنسي خلاص بقى فيه انفلتريشن جامد للسبلين فما عادش فيه نوتش. ممكن تلاقي مالتيبل ان المريض يبقى كونجينتال موجود، او حصل فيه مالتيبل انفلكشنز زي ما كنت بكلمكم بالاندوكاردايتس مثلا او السيكل سيل ديزيز. طيب سؤال يقول لك يا ابني السبلين انلارجد ولا مش انلارجد؟ انتوا عارفين لما كنا بنجاوب على السؤال ده في الليفر كنا بنعمل ايه؟ فاكرين حد يقول كده؟ تمام، كنا بنقول بنجيب حاجه اسمها الليفر سبان. الحقيقه هنا ما عندناش حاجه اسمها سبلينيك سبان. تمام، ليه؟ لان الابر اند او الابر بول او الميديار بول، تمام، او السوبيريور بول بتاعت السبلين نوت اكسسبل فور بالبيشن. وحتى البركشن فيها في كلام عشان برضه نبقى متفقين، احنا نوت يوجوالي ان احنا بنمركز فور ذا ابر او الميديال او الابر اند اوف ذا او بول اوف ذا سبلين. ده حقيقه مش روتين براكتس، لكن في بعض الناس بتعمله، لكن مش عليه كونسنسس، مش عليه اتفاق زي ما كنا بنتكلم على الابر بوردر اوف ذا ليفر. اولموست اولويز انت لازم هتجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر. طيب يبقى الابر بول انا ما بوصلوش بالبلبيشن، ما اقدرش اوصل له تحت الكوستال، تحت التشيست، تحت التشيست وول، تحت الثوراكس كيج، فنوت اكسسبل ما بقدرش اوصل له. لكن انا بقدر افحصه انا ايه بالبلبيشن اللور بول. فلو انا حسيت اللور بول خلاص القصه انتهت، اتس انلارج على الاقل 3 تايمز. لكن زي ما كنا بنتكلم من شويه انه ممكن يبقى السبلين انلارج 2 او 3 تايمز لكن مش معدي الكوستال مارجن، فانت مش كاي. فتقدر تجاوب على السؤال هل انلارجد ولا لا؟ فهتقول ايه؟ هتقول والله انا مش قادر اي كانوت بالبيت سبلين بلو ذا كوستال مارجن، بط ايه؟ تروبس اريا اللي هي الاريا السبلين بيملاها لما يكبر في التشيست، تروبس اريا از دن، وده لوحده ما يقدرش يقول برضه. او في حاجه اسمها سبلينك بيركشن ساين اللي في بعض الناس بتوصفها تقول لك نيكسون ميسون. انا كنت بتكلم من شويه انه السبلين سبلين اللونج اكسس اوف ذا سبلين في الاناتومي لو تفتكروا هرسمها لكم تاني اهو. السبلين هو الابر اند كده كان موازي للريب رقم 10.
فالريب رقم 10 فوق منه ايه الناينس انتركوستال سبيس. في حاجه اسمها سبلينك بيركشن ساين، ودي احد الايرلي ساينز للارجن تو ديسيلي. في الميد اكزيلري لاين لو انت حددت الناينس انتركوستال سبيس وعملت لها بيركشن في عند عند الاكزيلري لاين، لو انت عملت لها بيركشن نورمالي بتبقى ريزونانس. لو عملتها بيركشن ولقيتها ضل او ضل مع الانسبيريشن لان السبلين بيتحرك تحت، دي ايرلي ساين اوف انلارج سبلين. السبلين هقول تاني النقطه دي عشان الناس ساعات بتحب تسمعها، ويعني كلمه برضو نيكسون دي مش مشهوره عشان برضو ابقى صادق معاك، المشهور قوي ان هو السبلينك بيركشن ساين، لكن هي في كتب كاتباها نيكسون ميثود او نيكسون تكنيك وات ايفر القصه. يا ابني السبلين ده انلارجد بعد ما تعمل بالبيشن هتبقى واقف في حيره. لو قلت نوت انلارجد انت غلطان، هتقولوا ايه سبلين از نوت بالبابل زولو ذا كوستال مارجن، لكن تو كونفيرم اتس انلارجد او نوت اي ويل دو تو اذر بيركشن تكنيكس. مفيش بالبيشن تاني بقى، مفيش حاجه هتعمل بالبيشن تو كونفيرم، لا هتعمل بيركشن. ايه هم يا ابني البيركشنز اللي هتعملهم؟ اي ويل بيركست روبس اريا، اف ذا روبس اريا از دال بروبابلي ذا سبلين مي بي انلارج بروبابلي، لانه في اسباب للدالنس للتروبس اريا هنتكلم عليها في البيركشن. طيب في ساين تانية ممكن تبقى ادق شويه من التروبس اريا لانه مش هيأثر عليها غير السبلين، ايوه السبلينك بيركشن ساين اللي بعض الناس بتقول عليها نيكسون ميثود. ايه فكرتها يا ابني؟ السبلين موجود تحت الثلاثي الكيج واللونج اكسس اوف ذا سبلين بارلل للريب رقم 10 اللي هو ده اهو، ده هو الريب رقم 10، وبناء عليه ناينس انتركوستال سبيس اللي هو فوق الريب رقم 10. لو انا عملت له النورمالي، لو انا بعمل بيركشن في الميد اكزيلري لاين اتس ريزونانت. لو السبلين انلارجد، لو عملت ريزونانس، لو عملت له بركشن هيبقى ضل، ودي ايرلي ساين للارجد سبلين. الحاجه الثانيه ان في ناس تقول لك لا ده انت كمان تخلي المريض ياخد ديب بريس انسبيريشن جامد وتعمل بركشن للاريا دي، نورمالي المفروض تفضل ريزونانس. لكن لو السبلين انلي انلارجد يعني انلارجد بس لسه صغير، لما المريض ياخد نفس عميق والسبلين ممكن ينزل ومع الديب انسبيريشن هذه الاريا اللي هي نورمالي ريزونانت تبقى ضل، ودي ايرلي ساين للارجد سبلين. طبعا الكلام ده كنا بنحتاجه كتير قبل السونار ما يبقى متوفر. السونار طبعا دخل مصر في الثمانينات 80 81 زي ما قلت لكم قبل كده، ولما دخل مصر كان داخل اسم التروبيكال في الاصل العلمي مش الاشعه حتى. خلاص السبلين دلوقتي وانت قاعد بيجيب لك السبلين يقول لك مايد انلارجد مودريت انلارج، ويقيس لك الاكسس بتاعه ويقول لك السبلين طوله كام سنتي والقصه تنتهي. فما عدناش بنعمل الايه؟ ما عدناش بنعمل الكلام ده خالص. النقطه اللي قلت لك عليها انه نوت ذات the only that the lower bowl can be filled below the costal margin to detect the upper bowl. النقطه دي ليس عليها اتفاق ان انا عشان اجيب الابر بول او الابر اند او الميديال اند او السوبيريور اند اوف ذا سبلين بتيجي بالهيفي بيركشن في الميد اكزيلري لاين، لكن الحقيقه this is not a routine practice او مش كومن او في الكلينيكال براكتس. These are the causes of splenomegaly. طبعا اقراها ده ممكن ينزل سؤال نظري طبعا لوحده تمام، لكن اقراها زي ما قلنا قبل كده انت عشان ما تنساش دايما قسم infections malignancy vascular hematological metabolic rheumatology miscellaneous عشان ما تنساش حاجه، ولو انت ناسي حتى ممكن تفتكر. البكتيريا طبعا التيفويد البورسيلا الاندوكاردايتس الفايرال هيباتايتس من غير ما يعمل حتى بورتال هايبرتنشن، البارازايتس طبعا الثلاثه هم الكرونيك ملاريا والكالا ازارا توكسولات طبعا بالهريسه مش موجوده هنا منسيه. طبعا المالجنسي الفاسكولار بورتال هايبرتنشن ذا موست شور ساين اوف بورتال هايبرتنشن از سبلينوميجالي، وعندنا في مصر سبلينوميجالي يعني لك ان المريض عنده ليفر سيروز او بورتال هايبرتنشن ان ازازمت العكس. المريض اللي عمل سبلينكتومي في مصر هو مريض كان عنده بورتال هايبرتنشن الى ان يثبت العكس، الا لو اداك هيستوري ان عامل تراب. خليني يعني الحاجات دي اقراها موجوده، لكن خليني اموف هنا على الكوز اوف هيوج سبلينوميجالي. ده سؤال بنساله قوي، بالهرجل سبلينوميجالي سندروم، البيتا ثلاسيميا ميجور، كالازار، الكرونيك ملاريا، السي ام ال، البرايمر سبلينك لينفوما، البوليسايسيميا روبرا فيرا تمام، الجوشرز ديزيز او الستورج ديزيز. الحاجات دي مهمه قوي 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 قوي. طبعا ده سؤال ساعات بنساله برضه في الشفوي، ايه الكاركترستكس اوف سبلينك سولينج؟ انت بتعمل بالبيشن لقيت سولينج في الابدوم، ليه قلت عليه يا ابني ان ده سبلين؟ اول حاجه لانه موجود في الليفت هايبوكوندريا، ممكن يكون ممتد للبري امبلايكال او الرايت اليك فوس، لكن هو ات ليست اوكيوباينج الليفت هايبوكوندريا، ودي الاريا اللي المفروض السبلين لوجيكالي لما بيكبر
بيدايركت فيها الاريا دي نورمال ريزونانس بالجاز اللي موجوده في الاستومك والكولون، بتبقى ضل هنا لو اتملت بسوليد اورجن على راسهم الايه السبلين. رقم 2 ان انترا ابدومينال، لما كنا بنتكلم في اول محاضره في البالبيشن، لو في عايز مايس عايز يشوف انترا ابدومينال ولا اكسترا ابدومينال بتقول للمريض هم، زي التيست اللي بيعمل بيه الدايفيكيشن اوف ريكتايد، تلاقي الماس اختفت لان معناها انترا ابدومينال. رقم 3 موف اب اند داون ويز ريسبيريشن، بيتحرك فوق وتحت مع ريسبيريشن. الحاجه اللي بعد كده الابر بول، السوبيريور بول، الميديال اند، زي ما قلت لكم ما بقدرش اوصل لها لانها تحت كورس المارجن، فلو لقيت ماس احاول اوصل للابر اند بتاعها، يعني احاول ادخل ايد تحت كورس المارجن ما اقدرش اوصل للابر اند بتاعها. اي كانوت انسيرت ماي هاند تو ريتش ذا ابر بول. لما بعمل عليها بركشن الماس اللي موجوده في الرايت هيبوكونر بلاقيها بركشن دال، والدال ده كونتينوس كمان لغايه التروبس اريا اللي هي الاريا اللي ماشيه مع الدايركشن اوف اللارجمنت اوف ذا سبلين. لو لقيت نوتش اقول خلاص ان دي باسوجونوميك للسبلين. لما ابص علينا الانجل من ورا الاقي رينج ارينا الانجل ايميتي، معناه انهم شيلين الماس. نوت بالوتابل، البالوتومت هتكلم عليه بعد شويه، الماس دي ما بتعملش التيست البالوتومت اللي هو كاركترستيك للرينا الايه؟ للرينا الماس. السؤال ده مهم قوي يا جماعه، ساعات بنساله كتير قوي. طيب ده كان الكلام عن البالبيشن اوف ذا سبلين. ليتس موف اون للبالبيشن اوف ذا كيدني. البالبيشن اوف ذا كيدني مهم جدا، زي ما انتم عارفين الرايت كيدني ديسبليز حوالي نص انش تحت عشان الليفر زقيقها لتحت، ودي واحده من النورمالي اللي ممكن نورمالي بالبابول انترا ابدومينال استراكشر، خاصه في السين انديفيدوز انت ممكن تحس اللور بول اوف ذا رايت كيدني لانها طبعا نازله تحت شويه فممكن تحسها بسهوله. الكيدني موجوده اناتوميكال في منطقه اسمها ايه؟ اسمها المورس باراليلوجرام. ايه المورس باراليلوجرام ده؟ دي الاريا اللي تمتد من الكوستال مارجن اللي فوق لما عند الليفل بتاع تي 9 لما الليفل بتاع تي 3، وميديالي اللاين اللي هو باراسباينال، ولاترالي للفلانكس. في هنا منطقه يعني اتوبك يعني مهم قوي انك تعرفه اللي هو ايه؟ اللي هو اللوين، ولا جنبه بيوجعه اللوين. دي اريا بتمتد من هنا من الكوستال مارجن لما للاريا كريست، سوبيريورلي كوستال مارجن، inferiorly iliac crest، laterally spine، اسف medially spine، laterally الفلانك. الفلانك هي المنطقة دي، the most lateral point اللي موجودة في الابدومينال وول از فلانكس. تمام؟ الرينال انجل هي الاريا ده اهي بس. دي لو اعتبرنا دي sacrospinalis muscle وده اللاست ريب، يبقى الرينال انجل هي المنطقة ده اهي. المنطقة اللي ما بين اللاست ريب واللاترال بوردر اوف ذا sacrospinalis muscle، دي الرينال انجل. الحاجات دي مهمة قوي انك تعرفها عشان حتى تقدر تطلع الكلينيكال ايه؟ الكلينيكال داتا. احنا معلش هستفيض هنا شويه في الاكزامينشن اوف ذا كيدني لانه دايما الكيدني ساعات بننساها، ان كيدني في ليها انسبكشن وليها بالبيشن وليها بركشن وليها اوسكالتيشن حاجه. الانسبكشن لما تحب تبص على الكيدني تبص على الكيدني فين؟ هتبص على الكيدني في الرينال انجل. انا قلت لكم اهو لو ده السباين انا باصص على المريض من ورا على فكره. ودي وده اللاست ريب، وفي جنب السباين هنا ماسل اسمها الساكروسباينالز ماسل. تمام؟ ده الريب اهو عشان ما نتوهش. دي الرينال انجل يا جماعه. الرينال انجل. تمام؟ هي دي المنطقه اللي ايه؟ اللي انا ببص فيها على الانسبكشن للكيدني. المريض قاعد وانا ببص من ظهره وباجي تانجنشال بحيث ان انا ابص يعني بس لو دي الليفت رينال دي اسف الرايت رينال انجل. انا بقف هنا اهو. انا بقف هنا. وببص تانجنشال يعني دي عينيا اهي انا ببص هنا كده. تنجيش. هلاقي رينال انجل عامله كده بالظبط كونكيف شويه. اعمل ايدك كده معلش اعمل قبضه ايدك بص عليها هتلاقي زي كونكيف بالظبط زي قبضه الايد. تمام؟ لو السكين هنا فيها ساينس فيها انفكشن فيها سكار فيها اي حاجه بشوفه وده منطقي. لو ما فيش فيه حاجه يبقى نورمال سكين. لكن النورمالي هي كونكيف يعني داخله لجوه شويه. لما يبدا في ماس في الكيدني بس ستيل كفرد برينال كبسول تبدا تزق الرينال انجل لبره. فتخليها فلات يبقى لوست رينال انجل فيرست ديجري اللي هو ايه فولنس اوف رينال انجل. لما تبدا الماس تزيد وتخرم رينال كبسول تبدا تزق السكن لبره او الماسل وول لبره فيبدا يحصل بلج وده السكند ديجري انلارجمنت ان يحصل بلج للرينال انجل. ده الانسبكشن بالنسبه للايه؟ كيدني. بالبيشن اوف ذا كيدني از باي مانوال بالبيشن. مفيش بقى كلاسيك ميثود وهوكنج هي باي مانوال بالبيشن. فكرته ايه؟ المريض نايم على ظهره. تمام؟ طبعا الـ 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 المريض نايم على ظهره وانا حاطط ايدي الشمال
في الرينال انجل مش على الكوستال مارجن زي ما كنا بنتكلم على الباي مانوال بالبيشن للليفر والسبلين. واحنا ساعات نسال سؤال، ساعات اسالك اقول لك يا ابني ايه الفرق بين الباي مانوال بالبيشن اوف ذا كيدني والباي مانوال بالبيشن اوف ذا سبلين. احد اهم الفروقات ان ايدي اللي في الخلف محطوطه هنا في الرينال انجل، في الليفر وفي السبلين محطوطه فين؟ على الكوستال مارجن. حلو الكلام كده؟ يبقى انا الاكزامينرز هاند الاساسي ايدي اليمين محطوطه على بطن المريض انتيريورلي، بينما ايدي الشمال محطوطه في الرينال انجل ايه بوستيريورلي. بحاول فيرملي اقرب ايديا الاثنين من بعض، بس انا بفهم المريض الاكزامينشن عشان ما يتالمش، وببدا جنتلي تمام ابدا ارفع اضغط اقرب ايديا من بعض. المريض بياخد نفس عميق، الكدني بتنزل تتحرك، ابدا احس الكدني ما بين ايديا الاثنين واعمل لها رولينج ما بين ايه ما بين ايديا الاثنين as soon as ان هي ايه moving downward مع respiratory movement. لو الكدني بالبول بدي عليها كومنت، مش بالبول خلاص بقول نوت بالبول. وطبعا رينال ماسك انلارجمنت مش هتشوفها كتير في الكلينيكال براكتس، لكن لازم تعرف الطريقه عشان لو عملت حتى اكزامينشن صح لو هي انلارج هتقدر تجيب. If the kidney is valvable, gently push the kidney back and forward between your hands but gently. تمام؟ To demonstrate its mobility. البالوتمنت بقى ازاي؟ انا خلاص حسيت ماس موجوده عندي. والماس دي بالانسبكشن كانت ماليه الرينال انجل او عامله بالج. طب انا عايز اعمل بالوتمنت. في anterior بالوتمنت وبوستيريور بالوتمنت. فكره البالوتمنت ايه؟ زي كره السله يا جماعه، هي نفس كره السله. دي الكوره تحت ايدي وانا بخبط الكوره لتحت والكوره بتخبط في الارض وتطلع في ايدي تاني، الناس اللي بتلعب باسكت. تمام؟ انا داية في الباي مانوال هي نفس البالوتومنت هو نفس الاكزامينشن الباي مانوال، ايدي اللي ورا في الرينال انجل وايدي اللي قدام على الابدومينال وول. تمام؟ بخبط، لا انا حسيت رينال ماس وديت عليها كومنت عايز اشوفها بالوتومنت ولا لا. بايدي اللي فوق بعمل خبطه من الميتا كارب فارنجال جوينت زي كان انا بعمل خبطه لكره السله او الباسكت لتحت، فبتنزل الماس تخبط في ايدي اللي ورا وتطلع تخبط في ايدي اللي قدام. This is anterior balotomant. لو انا ضربت بايدي اللي ورا اللي في رينال انجل فالماس طلعت خبطت في ايدي اللي فوق ورجعت خبطت في ايدي اللي تحت، This posterior balotomant. بعمل الكلام ده للماس لو انا حسيتها في الرايت او بحسيتها فين؟ بحسيتها في الليفت. انا جايب يعني عشان تقرب القصه شويه. اهو ايدي اهي الشمال في الرينال انجل وايدي اليمين على بطن المريض، والمريض بياخد نفس، ببدا جنتلي ببقى عارف المريض التست اللي انا هعمله وابدا اضغط على ايديا شويه اقربهم من بعض. الكدني لو هي محسوسه بعمل لها رولينج ما بين ايديا الاثنين عشان اقدر اشوفها هي موفابل ولا لا. تمام؟ بحركها قدام ورا اشوف موفابل ولا لا، بعمل لها البالوتوم تشوف بالوتوم ولا لا، ببص على وش المريض عشان اشوف في تندنس ولا ما فيش. تمام؟ كونسيستنسي الكلام ده كله اقدر ادي عليها كومنت لو في بالبول. تمام؟ بصوا على الاستورتين تول دي الباي مانوال بالبيشن اوف ذا كيدني، ايدي في الرينال انجل اهي ده اللاست ريب اهو والساكروس بانيلز، وايدي اهي في الرينال انجل. ممكن استخدم حاجتين، الكلاسيك اهي ان انا استخدم ايدي على بعضها، او ممكن استخدم كمان التيبس اوف ذا فينجرز اهو عشان اقدر اضغط شيء شويه. المريض بياخد نفس فالكيدني بتتحرك لتحت وابدا اعمل لها رولنج هنا ما بين ايه؟ ما بين صوابعي هنا ما بين ايديا الاثنين. حلو الكلام. الكلام ده اكزامينشن لمين؟ اكزامينشن للرايت كيدني. الرايت كيدني لو عايز اعمل اكزامينشن لليفت كيدني ايدي اليمين ستيل هي الاكزامينينج هاند وايدي الشمال بعديها على بطن المريض واحطها في الليفت رينال، يبقى ستيل انا بستخدم ايدي اليمين على بطن المريض وايدي الشمال فين؟ في الرينال انجل. اعتقد الرسمه ديت موضحاها جدا يا جماعه. طيب انا كنت قلت من شويه ان انا بس يعني هدي كومنت كامل على الكيدني لان احنا يعني ما بتبقاش واخده حظها معانا كتير في الاكزامينشن. فهل الكيدني ممكن اعمل لها بركشن؟ الحقيقه ممكن، لكن الفاليو اوف بركشن ان ذا كيدني مش زي الليفر والسبلين مثلا، يعني مش ذات قيمه كبيره الحقيقه. نورمالي انا الاقي البركشن بعمله في الرينال انجل. نورمالي الرينال انجل ممكن الاقيها ريجنت عشان يبقى في باند اوف ذا كولون معدي في هذه المنطقه، لكن ممكن الاقيها تندر لو في رينال ماس. طب ازاي اعمل بقى اشوف التندرنس في الكيدني؟ تمام؟ انا بعمل بركشن عشان اشوف الريزونانس، وبعمل بركشن عشان اشوف التندرنس. البركشن عشان الريزونانس لو في رينال ماس. طب عشان التندرنس معناه ان في انفكشن او في انفلاميشن. اي حاجه تعمل انفلاميشن او ديستنشن يعني ماس، الماس كبرت فحصل ستريتش على الكبسول. زي في حالات التيومرز والهيدروفيز. انفلاميشن بايرونيفرايتس، انفلاميشن في رينال بلفس. بيرينفريك ابسس يعني في ابس حوالين الكيدني، او باينوفروزس
اللي هو الهيدرونفروز بس انفك، دي الحاجات اللي ممكن تعمل تندرنس. طب ممكن اعمل بالبيشن للتندرنس ازاي؟ اجي على الرينال انجل تاني اهو، ده السباين اهو عشان ما انتوشي، وده اللاست ريب اهو برضو عشان ما انتوشي، وهنا الماسل تمام، ودي الرينال انجل. باجي هنا اعمل اضغط بالصنب بتاعي، احط الصنب في الرينال انجل واضغط عليه، المريض يقول اه او يتالم معناه انه في مشكله. في طريقه تانية ان انا اعمل ايدي، اقفل ايدي زي كلوز فيست كده وبالارنا سايد واخبطه، يا اما دايركت على الرينال انجل، بس طبعا لازم افهم المريض او تفهم الريلاتيفز اللي معاه، لان ممكن واحد يقول لك انت بتضرب ابويا وتروح هو مخبطك بالبوكس في وشك. انا مش بهرج، الكلام ده بيحصل ساعات، بننسى ان معلش انا هخبطك خبطه بس جامده على البتاع، ولو معاه حد ريلاتيف فهمه انك بتعمل اكزامينيشن مش بتهزر او بتضرب المريض، لان يعني انت بتتعامل مع منتاليتيز مختلفه، هتلاقي واحد خبطك البوكس بتخبطه انت للمريض هنا او بالقبضة الايد، تلاقي هو خبطك بقبضة الايد في وشك. فالقصه دي خلي بالك منها، تعمل ايدك زي فيست زي الصور اللي هجيبها لكم بعد شويه تمام، وتروح خابط في الرينال انجل تمام، المريض هيتالم، او تحط ايد وتخبط على ايدك على اساس انك تقلل وقع الخبطه شويه على الايه، على المريض. الصور اللي في السلايد اللي جايه هتوضح الكلام. هل ممكن اعمل اوسكالتيشن للكيدني؟ طبعا بعمل اوسكالتيشن للكيدني، وده اساسي قوي ومهم جدا في حالات السكند هايبرتنشن يا جماعه. الرينال ارتري سينوس ان كومن او نوت كومن، يعني نوت رير، موجود تمام، تحط السماعه بتاعتك عشان تشوف رينال ارتري سينوس، يا اما بارا امبلايكال فوق اند تو ذا رايت اند ليفت سايد تو ذا امبلايكس، او تحطه في الرينال انجل في كل جهه يمين وشمال، هتسمع ارتيريال بروي لو في رينال ارتري ستينوز تمام. نشوف كده ازاي نعمل البركشن عشان الكيدني اهو، دول الطريقتين، يا اما اعمل ايدي قبضه وبالالنر سايد اللي هو لجوه واخبط على رينال انجل، بس لازم اكون مفهم المريض ان انا هعمل ايه، او احط ايدي في الرينال انجل واخبط على ايدي الثانيه، المريض هيتالم او هيقول ايه او هيقول إيه. اه في طريقه ثانيه ان انا احط الصنب بتاعي في رينال انجل واضغط عليه جامد، المريض لو في عنده مشكله ايه هيتالم. اهي الفكره اهي، اللاست ريب وهنا، ودي الكيدني تحديدا، لما بخبط على ايدي الثانيه بيتنقل الايه؟ البين، المريض هيتالم، هقول لك رايت وليفت، دي السباين وده اللاست ريب، وفي طبعا في هنا ماسك والرينال انجل اللي هي هنا الحته دي بالظبط اللي هتبقى فوق الايه؟ فوق الكيدني. طيب سؤال برضو بنساله كتير، ايه الكاركترستكس اوف رينال ماس او رينال سويلنج، او ازاي تفرق ما بين الليفر ماس والرينال ماس او السبلينيك ماس ورينال ماس؟ يعني في الرايت سايد ممكن تلاقي رينال ماس والليفر ماس موجودين في الرايت هايبوكوندريم، وممكن تلاقي في الليفت هايبوكوندريم او الليفت لامبر السبلينيك ماس والرينال ماس. ايه يا ابني ليه قلت على دي رينال ماس؟ اولا لانها في اللامبر ريجن مش في الليفت هايبوكوندريم. رقم 2 انترا ابدومينال، لو عملت له تيست هم يا عم الحاج هتلاقيها ما بتطلعش لبره، بتتحرك فوق وتحت مع الريسبيريشن، بدليل ان انا في الباي مانوال بضغط ايدي الاثنين واقول له خد نفس عميق عشان لو هي انلارجت هتنزل واعمل لها رولنج ما بين صوابعي. انها الرينال انجل، بقعد المريض وابص على الرينال انجل مش هلاقيها كونكيف المعتاد اللي احنا متعودين عليها، هتلاقيها فلات فولنس او بالج حتى قلبت كده. بالوتومنت، بحط في الباي مانوال بخبط بايدي من قدام تخبط في ايدي الكدني، تنزل لتحت تخبط في ايدي اللي ورا وتطلع في ايدي اللي قدام. برضو انا عشان ابقى صادق معاكم، يعني انا شفت البالوتومنت ده في حياتي كله مرتين، كان منهم حاله ما اذكر كانت نيفروبلاستوما في طفله صغيره، كانت يعني كلير جدا لدرجه ان احنا يعني كنا اي حد من زملائنا واساتذتنا كان بيقول شوفوها لان انتم ممكن ما تشوفوهاش كتير تمام. لما اجي اعمل بقى بركشن في الابدومينال وول، انا قلت لو انتم مركزين معايا معلش هرجع تاني ارسم رسمه، قلت لكم السبلين الدايركشن انلارجمنت داونورد فورورد and anteriorly تحت الابدومينال وول على طول، فما بيديش فرصه للكولون يجوا قدامه، بينما الكيدني اصلا بوستيريور فتلاقي الكولون هنا موجود. فلو انا جيت عملت بركشن خفيف على الابدومين فوق الماس اللي انا حاسسها، لو لقيت في ريزونانس معناه ان الكولون فوق الماس، وده غالبا يمشي مع الرينا، لكن لو لقيت مفيش ريزونانس معناه ليه؟ لانه السبلين لما بيكبر بيطلع فوق الكولون، فمفيش باند اوف ريزونانس، دي نقطه مهمه قوي. الحاجه الثانيه اي كان ريتش ذا ابر بول بتاعها، يعني لو انا حطيت ايدي هنا تحت كروستال مارجن ودخلته جوه ممكن اقدر اوصل للابر بول اوف ذا انلارجد كيدني، على عكس السبلين لان السبلين نهايته فوق تحت كروستال مارجن ما اقدرش ايه، ما اقدرش طبعا ما فيش فيها نوتش ولا اي حاجه تمام.
دي الكاركترستكس اوف رينال سويلنج او رينال ماتش، وده احد اسئله الكلينيكال اللي بنسالها، شيء مهم انك تعرفه فور براكتس قبل الامتحان كمان. ايه بقى الابدومينال ستراكشرز اللي ممكن اعمل لها بالبيشن؟ برضو اسدخكم القول، بالنسبه للاندر جراديوتس بنهتم كتير وموست اوف ذا تايم بالليفر والسبلين والكدني، مش يعني مش كتير قوي، لان برضو حتى الرينال ماسس كبالبيشن مش كتير، لكن ليفر وسبلين اللي ما يعرفهمش يبقى عنده، يبقى احنا فعلا فشلنا في ان نوصل له رساله، لكن لازم تبقى انت عارف التكنيكس. في حاجات تانية ممكن تعملها بالبيشن، وانت ممكن تعملها بالبيشن كاندر جراديوس، لكن اقصد يعني ما يعني بنهتم اكتر بالحاجات اللي هي الكبيره الليفر والسبلين. لكن الكولون من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تحسها. الكولون زي ما انتم عارفين عباره عن سوسج شيب زي موضوع السجق كده، فلونجيتودنال استراكشر. الاكزامينشن بتاعه عن طريق رولينج ميثود، ان انا احط ايدي عليه واعمل له رولينج فروم سايد تو سايد. يعني لو قلنا الكولون اهو في الحته دي كده، فالراجل ده عامل ايديه، بعمل رولينج فروم سايد تو سايد. انا ممكن احس الكولون في اي مكان، انتوا عارفين بيبدا من الرايت ايليك فوسا، هنا 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 ترانسفيرس الكلام ده كله، فممكن احس الكولون في اي مكان. الرولينج هنا هيبقى فروم سايد تو سايد، هنا فروم سايد تو سايد، هنا فروم اب تو داون، لان ترانسفيرس كولون ماشي بهذا المنظر، فانا ممكن احس الكولون في اي مكان. بحسه ايه؟ فيرتيكالي، بحط ايدي عليه رولينج وابدا اعمل له ايه؟ رولينج فروم وان تاس تو سايد تو سايد، يا اما احط ايدي ايد فوق ايد زي كده، ده الراجل ده شكله ليفت هاند حاطط ايده اليمين فوق الشمال، لكن لو انا دومينانت رايت هاند احط ايدي اليمين فوق ايدي الشمال واعمل رولينج، او استخدم ايدي اعمل لها زي الخطاف كده واعمل رولينج فروم وان سايد تو سايد، ممكن احس اللودد مثلا كولن في الاولد ايدج او سين انديفيدوالز لودد ويز تول، او ممكن احس السيكم لو فيه جازز، ودي حاجه من ضمن الحاجات النورمالي ما تبقاش باثولوجيكال ولا حاجه، نورمالي بالبابول انترا ابدومينال استراكشر. المهم انك تعرف انك عشان تعمل اكزامينشن للكولون انك بتعمل له رولينج ايدك بالتيبس اوف ذا فينجرز فروم رولينج سايد تو سايد، وممكن تحس تحت ايدك كمان صوت الجرجلنج سنسيشن بتاع الايه؟ بتاع الموتيليتي بتاع الكولون وحركه الجاز جوه الكولون، تحسها بايدك او تسمعها حتى بودانك، دي قصه ثانيه. لكن نتكلم على الايه؟ على البلبيشن. الكولون لو هو انفليمز في حالات مثلا الكولايتس ممكن يبقى تندر حاجه زي السجق كده او الهوت دوج. طيب من ضمن الحاجات المهمه قوي انك تعمل لها بالبيشن اللي هو اليورينري بلادر. نورمال يورينري بلادر لو البلادر مش فول از نوت بالبل، ده منطقي، لكن انت هتحس البلادر امتى؟ لما تبقى البلادر فول. لو البلادر نوت فول مش هتحسها. البلادر زي ما انتم عارفين ده السيمفيس بيوبس اهو، والبلادر هنا في ثلاث دايركشنز اقدر احس فيهم البلادر. اول حاجه من الامبلاكس وانا رايح لتحت اهو، الراجل ده بيعمل اكزامينشن من فوق لتحت اهو، او فروم رايت تو ليفت، او فروم ايه؟ فروم ليفت تو رايت، من الثلاث اتجاهات تمام. لما بعمل بلبيشن لو لقيت ماس هنا وبعمل لها بلبيشن، تلاقي المريض عنده رغبه يقول لك طب ممكن اروح الحمام لان مزنوق. ليه؟ بتستمر الموتيليتي اوف ذا بلادر، تخيل المريض عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل حمام. ليه لو لقيت ماس هنا تقول عليها يورينري بلادر؟ اولا موجوده سوبرا بيوبيك زي ما انا راسمها كده، دوم شيب، يعني بتحس السايس والقبه بتاعتها اللي هي بتبقى في اتجاه الامبلايكس، لكن اللور اند ما انتش قادر توصل له تمام، ما بتتحركش مع الريسبيريشن. لما تعمل لها بركشن تلاقيها ضل لانها مليانه فلويد اللي هو اليورين. بلفي ابدومينال يعني قادر تحس الابدومينال سايد بتاعها، لكن اللور اند اللي موجود في الابدومين في البلفس ما انتش قادر توصل له تمام. لو ديستندد او واصله ليفرز كتير وفيها فلويد، ممكن تعمل فلويد سيريل زي اللي كنا بنعمله في التنس اسايتس، تحط ايد في النص هنا وتحط ايد في الاثنين وتعمل فليكرنج عليها من 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 وان سايد، تحس الفايبريشنز بايه؟ بالاذر سايد. ولما تضغط عليها المريض يقول لك ممكن بعد اذنك اروح اعمل حمام تمام. لكن نورمال يورين بلاد از نوت بالبابل، هتبقى بالبابل امتى؟ لو هي ايه؟ فيلد ويز يورين. الحاجه برضو اللي ساعات بنعملها بالبيشن، ودي برضو من ضمن الحاجات المهمه قوي، البالبيشن اوف ذا اورتا. بالبيشن اوف ذا اورتا هتحس الكلام اللي كنا اتكلمنا عليه في الانسبكشن، بستخدم التبس بتاعه الفينجرز اوف هاندز. انتوا عارفين انه الاورتا موجود في الميد لاين وسلايتلي تو ذا ليفت، بحط ايدي في الاثنين اهو عشان احس البالسيشن بتاعه الاورتا. ممكن احس فيوزي فورم شيب ابدومينال اورتيك انيوريزم، او احس في البالسيشنز، ممكن احس ثرومبس طبعا تمام. الكلام طبعا يعني حسيته بحاله او اثنين لكن مش كتير، او ممكن تلاقي حتى في ماس وترانسميتنج البالسيشنز من الاورتا. لكن البالبيشن اوف ذا اورتا لانه بعد الامبلاكس بيحصل بايفوركيشن للايه؟ للالياك فيزلز رايت وليفت، والالياك هتتقسم بعد شويه الفيمورا تمام. فالبالبيشن اوف ذا اورتا بحسه بالتيبس اوف ذا فينجرز في المنطقه السوبر امبلايكال ما بين الابيجاستلم والسوبر امبلايكال
regions. على مستوى الاندر جراديوس يعني مهم محتاج قوي انك تعرف التكنيك والمكان، لكن زي ما قلت لكم من شويه احنا بنهتم قوي بالبالبيشن اوف ذي سوليد اورجانز اللي هو الليفر والسبلين وكمان الكيدني والجول بلادر. الكولون حاجه مهمه انك تعرفها، لكن يعني ويست تريننج هتيجي. اليورين بلادر والاورطة من ضمن الحاجات الامينابل للبالبيشن، وطبعا الهرنيا واحنا اتكلمنا بالهرنيا في التفصيل على الانسبكشن، لكن من ضمن الحاجات اللي انك بتعمل لها بالبيشن والمريض نايم والمريض واقف اللي هو الهرنيا، وهتاخدوها بتفاصيل اكتر مع اساتذتنا وزملائنا ان شاء الله في الجراحه. انا بشكركم. طبعا احنا كده خلصنا الحمد لله البالبيشن، اند وي ويل موف اون تو كومبليت الاذر ايتم اوف ذا ابدومينال اكزامينيشن اللي هو البركشن. اتمنى يا رب ان احنا نكون شفنا ليكم حاجه في البالبيشن. البالبيشن اوف ذا ليفر اند سبلين از فايتال امبورتنس. انا بحاسبك في الغالب على التكنيك، يهمني قوي انك تتعلمها وتعملها صح، لان لو عملتها صح يو ويل ترين ويز ريبيتيشن هتطلع منها داتا كويس جدا. احنا دايما في قسم مرض الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعديه في كليه الطب كفر الشيخ ما بنتاخرش عنكم في ان احنا نعلمكم السكيلز، يعني كنولج كعلم وكتكنيكال او تريننج سكيلز، لان هو السكيلز هي اللي تفرقك كطبيب من ناس ثانيه. يعني انت عارف لما ربنا يكرمك كده تروح تشتغل في تقضي فتره التكليف في وحده ما، هتلاقي الناس بتروح لفلان الفلاني اللي هو بيدي حقن اللي هو بيعرف يدي كل حاجه لكل حاجه، لكن ما عندوش بيزس، هو خلاص حفظ القصه اللي بيعملها، لكن بالبيشن ليفر وسبلين ده كلام يعني كلام شغل كله تكنيكال فور فيزيشنز اونلي. فتعلم بليز المانوفرز فور يو از ا كلينيشن، مش عشان بس الامتحان. الامتحان حاجه مهمه وجمع درجات ده مهم جدا هتفيدك في كل حاجه، لكن يو ار ا كلينيشن يو هاف تو هاف ا نوليدج بيزك نوليدج اند كلينيكال سكيلز. ان شاء الله نلتقي في محاضرات قريبا. انا بشكركم واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.